ولنقاش هذا الملف الإنساني والمعاناة المستمرة للمعتقلين في السجون ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا المتحدث باسم مرصد أفاد زياد السنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله، تحياتي لك ولكل مشاهديكم الكرام في كل مكان. تحدث مرصد أفاد عن معاناة طويلة ومتواصلة للمعتقلين في السجون منذ الاحتلال وحتى اليوم، كيف يفسر عدم حسم هذا الملف بعد؟ هناك أكثر من شق في تأخير حسم هذا الملف، منها شق سياسي، فما زال ملف المعتقلين العراقيين في السجون العراقية هو ملف للأسف الشديد يأتي ضمن تجاذبات وسجالات سياسية لربما ألقت بظلالها على هذا الملف، حيث لم يشرع قانون العفو العام الذي يشمل الأبرياء الموجودين في السجون العراقية، وإنما اختصر الأمر على بنود ذلك الاتفاق على المزورين ومزورين الشهادات ومختلسي الأموال من الطبقة السياسية. لذلك الكثير من الأبرياء ما زالوا يقبعون في السجون العراقية نتيجة عدم وجود تشريع يتلائم مع وضعهم القانوني أولا، ثانيا مماطلة السلطات التنفيذية في إطلاق سراحهم، حتى وإن وجد قرار قضائي بإطلاق سراحهم لكنهم يتمسكون بهم لأسباب فساد مادية حتى يؤخرون إطلاق سراحهم ويستفيدون من التخصيصات المالية للمعتقلين، وهي ما يقارب 300 مليار دينار سنويا تذهب للمعتقلين في والنزلاء في السجون العراقية. معظم هذه الأموال تذهب لجيوب الفاسدين ولا يصرف على المعتقلين إلا النزل القليل. نعم. سيد زياد، انطلاقا من تقرير أفاد عن الأعداد الهائلة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون، هل لديكم إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين في السجون العراقية؟ ما تم توثيقه لحد الآن هو ضعف العدد المعلن رسميا لدى السلطات العراقية. ما تم توثيقه من قبل أعضاء وناشطين وأشخاص يعملون مع مرصد أفادة أكدوا وجود أكثر من 70,000 معتقل لحد هذه اللحظة، وهناك سجون سرية أيضا لديه في داخلها معتقلين. أيضا صدرت قبل أيام 82,000 مذكرة اعتقال جديدة في محافظة نينوى فقط، هذا ناهيك عن 40,000 مذكرة سابقة صدرت أيضا. يعني الحكومة تتجه الآن إلى عمليات اعتقال أخرى وإطالة هذا الملف وعدم إنهاء هذه الحالة الإنسانية التي يعاني منها المجتمع العراقي ككل، وخاصة في المحافظات المنكوبة التي تعرضت إلى التدمير والآن تتعرض إلى تدمير شبابها ورجالها، واستخدام ورقة المخبر السري واستخدام الضغط القضائي من أجل تمديد موقوفية النزلاء والمحكومين في داخل السجون العراقية. وهنا نخص الأبرياء الذين يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة. إلى أي مدى تحولت أساليب التعذيب والاضطهاد والقمع للمعتقلين إلى تعامل رسمي لأجهزة الدولة في السجون؟ للأسف الشديد أنا أنقل عن تجربة شاهدتها بأم العين عندما كنت معتقل سابقا في العراق في عام 2013. الحقيقة وجدت هناك أساليب مبتكرة، نتحدث عن أسلوب الهولوكوست، نتحدث عن النازية، نتحدث عن محاكم التفتيش، نتحدث عن أمور مريعة. لربما الكلام بحد ذاته عن هذا الملف الخطير، ملف الانتهاكات والتعذيب، هو يرتقي لجرائم، جرائم كبرى بحق المعتقلين. هناك سلخ جلد، هناك ضرب، هناك السب والشتم، هناك قتل أثناء التعذيب، هناك استعمال آلات عادة، هناك مصطلحات الحقيقة يستخدمونها. هناك كنت في معتقل يسمى المسلخ،
يعني من الاسم انا ذهبت الى معتقل المسلخ، ولكم ان تتخيلوا ما هو اسمه المسلخ في منطقه الفيصليه في مدينه الموصل. نحن نتحدث عن سجون تمارس فيها ابشع انواع العمليات التعذيب التي تجري في العالم وليس في العراق والشرق الاوسط. هنا السجون العراقيه هي مركز للجريمه الحكوميه بحق المواطن العراقي، باختصار نستطيع ان نقول هذا الامر. الحديث عن هذه الانتهاكات الإنسانية في حق السجناء والمعتقلين في العراق، كيف يمكن فرض التزام الحكومة في العراق بتطبيق أدنى المعايير الإنسانية في حق هؤلاء المتهمين أو حتى السجناء؟ الحقيقة سيدتي الفاضلة، نحن في مرصد أفادة ذكرنا معلومات وذكرنا أرقام وذكرنا صور وذكرنا شهادات. لو كانت لدى الحكومة العراقية والطبقة السياسية إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف المعقد، هذا الملف الإنساني الجاثم فوق صدور كل العراقيين، لأنهت هذا الملف وأعادت الكثير من الأبرياء إلى ذويهم. اليوم نسمع شهادات مريعة، شهادات فظيعة من قبل نساء قالوا لنا ما تعرض لهم أزواجهم وأبنائهم من قبل سيطرات الحشد الشعبي، من قبل القوات الأمنية في تكريت، في غزازة، في بغداد، في كل المحافظات العراقية، حتى بعضهم من المكون الآخر. للأسف الشديد هناك كل شخص يختلف سياسيا مع حزب ممكن أن يتعرف. هناك المخبر السري الذي ألغي في عام 2013-2014 ولكنه عيد مرة ثانية بطريقة أو بأخرى. هناك تحايل على القانون من قبل الحكومة العراقية في تطبيق فقرات القانون وتفسير القانون حسب أهواء ما يشتهيه المحقق أو الجهة التنفيذية أو حتى لربما بعض الجهات القضائية التي للأسف الشديد مساهمة بشكل أو بآخر. الحكومة غير جادة في إن هذا الملف، لأنه هذا الملف يدر الأموال على الفاسدين ويدر الامتيازات على الطبقة السياسية الآن في العراق، وللأسف الشديد مستمر هذا الملف لأن الطبقة السياسية والحكومة والبرلمان لا يريد أن يشرع القوانين المنصفة من أجل المواطن العراقي أو من أجل المعتقلين أو من أجل المفقودين أيضا، لأنه لدينا حسب منظمة هيومن رايتس ووتش بين 250 ألف إلى مليون إنسان مفقود في داخل العراق أيضا. المتحدث باسم مرصد أفاد زياد سنجري، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عبر الهاتف من فيينا.